بسم الله السلام عليكم إيه النهارده معانا حلقة مميزة لحضراتكم يعني الحاجات اللي بتصادفنا إيه يكون تيشيرت إيه طالع ترند وموضة ويعني المصانع كلها بتهتم طبعا بالترندات والموديل المنتشر وفي نفس الوقت إيه بيتعمل منه الترنج اللي قدام حضراتكم برضو نفس الكلام واخد برضو يعني إيه ترند في إيه في المحلات وفي المكاتب هورى حضراتكم ازاي تقدر تعتمد على نفسك وتعمل البطون خطوات بسيطة يعني جهز ادواتك كده ولو اول مرة تشوفنا في القناة تفضل اشترك ان شاء الله تستفاد معانا ولو عجبك الفيديو ما تنسناش بدعمك الجميل وياريت تنشر الفيديو عشان تفيد غيرك اول حاجة هو الصورة اللي معانا الترنج اللي موجودة هو تنبدأ الاول بالتشيرت يعني خاصة اخواتنا طبعا في ناس بتهتم بالتيشيرت بس في في شغل التيشيرتات هنبدأ هو نفس الحلقة هتبقى يعني دبل ان شاء الله هتفيدكم سواء بتهتم بالترينج او التيشيرت ايه اول حاجة ببدأ اتني فرخ الورق بالشكل دوت وبعمل خط مستقيم ايه زاوية مستقيمة اهو بالشكل دوت هوريكم ابسط الطرق يعني مش تحتاج ان حد يعملك الباترون بنفسك ان شاء الله يكون معاك الباترون في دقايق ايه اول حاجه هو هبدا ادي معطيات اشتغل عليها جدول مقاسات ايه الطول التشيرت هيكون طوله 72 وسبعين وعملت خط بالعرض ايه هنبدا نعمل مقاس لارج ايه ايه المقاس اللي معانا ايه وسع الصدر هيكون فيه سته وخمسين طبعا انا بشتغل على النص اهوت اتنين وخمسين سنتي عفوا هشتغل على النص آه النص ستة وعشرين سنتي واشتغلت قفلت المستطيل بالشكل دوت ده كده اول حاجة ببدأ بيها آه عندي سقوط اتنين سنتي عشان اعمل دوران الحوض بتاع الظهر وسقوط اربعة سنتي للكتف خطين بالعرض اهوت نبدا بالخطوط اللي بالعرض بالشكل دوت آه بعد كده عندي بحدد معطياتي المعطيات اللي موجوده في طبعا موجود لو انت معاك معطيات تشتغل بنفس الطريقه لو انت عايز تلبيس معين الطريقه آه هتبقى معاك بس انا بكلمك دلوقتي بتلبيس مقاس لارج تلبيس ممتاز آه تقدر تشتغل بيه سقوط الجيو اهوت من اول نقطه عندي خمسة وعشرين سنتي وعندي عرض الظهر من أول الورقة كده إيه عشرين سنتي اهوت عشرين إيه ونص اهوت وعملت خط بالطول إيه بعد كده إيه محتاج ان انا اعمل دوران الحوض بتاع الظهر من بداية الورقة كده هعمل تسعة إيه ونص سنتي اهوت وهعمل نقطة وأعمل دوران بسيط بإيديا بالشكل دوت. دوران كده أو بالكيرف ايه على الاتنين سنتي خط الاتنين سنتي اللي عملناه وبعد الخط اللي هو اتنين سنتي ببدأ إن أنا ايه أنزل تحت مسافة تمانية سنتي وبعمل دوران الحوض بتاع السد عندي المقاس ايه المقاس لارج طول الكتف فيه هيكون اتناشر سنتي اهوت وبعمل نقطة وبالنسبة لدوران الجيرو ايه بعد الفوق مسافة سبعة سنتي وبخرج لبرا مسافة نص سنتي كنقطة ارتكاز لو انت حابب ان انت توصل النقط ببعضها ايه او ممكن يعني اول حاجة هو ده الكتف هو طوله اتناشر سنتي هنا سبعة وخرجت لبرا نص سنتي ممكن نقطة تشتغل بيها اهوت لو عايز حابب إن انت توصل النقط ببعضها أو ممكن بالكيرف على طول يعني لو انت ايدك مظبوطة اهوت إن انت تعمل الجيرو بالشكل دوت مفيش أي صعوبة في تنفيذ يعني الجيرو اهوت ايه بدخل لجوه مسافة واحد سنتي ايه عشان القمر يبقاش واسع أو نهاية التيشيرت ايه وفي بعض المصانع يعني ممكن ان هو يشتغل على نفس من غير ما يخش لجوه سنتي طبعا احنا شغالين على صوره فبيكون في اجتهادات منك كباترونست إيه بعد كده اهوت بزود واحد سنتي في كل اتجاه للخياطات او سماح الخياطه اهوت سنتي في كل اتجاه ممكن تقيس بالمزور عشان تبقى شغلك كله مظبوط اهوت إيه بالشكل دوت وبالنسبة للديل أو نهاية التيشيرت ايه اتنين سنتي ونص عشان تانية الأورليه ده سماح الخياطة بتاع ايه تانية الأورليه وده السنتي بتاع الحوض ايه هبدأ أهوت أنا كده عملت الأساس صدر وظهر في ورقة واحدة هبدأ أشكل الموديل المطلوب مني في الصورة ايه عندي من, من أول الكتف كده هسيب يعني مسافة تلاتة سنتي وبحدد ايه تشكيل الموديل اهوت السقوط المطلوب مني الشكل اللي موجود يعني بعد ستة ايه وتلاتين سنتي اهوت ايه حددت مسافة ايه وهبدأ أعمل خط مستقيم عشان أجيب خط مستقيم من بداية الورق اهوت كدليل معايا اهوت بعد عشر سنتي ونص اهوت عملت الخط المستقيم عشان يجي معايا مظبوط وببدأ أعمل الشكل اللي موجود معايا في الموديل. ايه التيشيرت او موديل الترينج اللي معايا في عندي ده كده هو طول ستة وتلاتين ووسع القصة هتكون خمستاشر سنتي بالشكل دوت ايه برجع للصورة اللي موجودة معايا او الحاجات المطلوبة مني ايه عندي ممكن اشكل ايه باقي القصات كجيب وقصة الحاجات دي بتكون يعني بتركب على الجسم يعني بنسميها تركب لطش او خارجي اهوت ممكن تشكل الموديل بالشكل دوت كشكل ليك انت يعني طول الجيب هنا هيكون خمسة عشر سنتي ممكن ترسمه بالشكل دوت لو انت حابب او ممكن تطلع البطون على طول انا هرسمه بس للتوضيح ان انا بفضل ان انا ارسم الموديل والكورساج بتاعي يبقى واضح كشكل معايا أستخرج بعد كده كل القطع ديت هنشوف ازاي بيطلع القطع دي بكل سهولة ده كده تجيب شكل الموديل ببدأ اهوت تقدر ان انت الصورة معاك تتخيل الشكل وترسمه على الورق قبل ما يعني تنفذ وتطلع البطون هنا في شريط اهوت قصة كده يعني لطش كده يعني او بتتثبت على الجسم كده بتتحضر على الجسم هو طولها يعني ايه تقريبا طولها عشرين سنتي اهو وعرضها هيكون خمسة ونص سنتي ايه لو حابب تخليها ستة سنتي تخليها عريضة ايه سنة يعني ايه دي كلها بتبقى اجتهادات منك عشان انت شغال علي صورة ولما بتنفذ الموديل وتقفل الموديل بتشوف الناتج بتاعك انت وصلت. إيه طبعا دي كلها بترجع مع الاستمرارية وحكم الخبرة معاك في الشغل بيكون الموضوع سهل أنا حابب إن أنا أوري حضراتكم إزاي بيتم تشكيل الموديل اهوت بالشكل دوت ده, ده كده الجيب يعني أنا حاسس إن الصورة يعني الجيب عايز يعرض شوية إيه أو يترحل سنة طبعا الجيب ده بيتحضر خارجي وبيتثبت على الجسم بس ده الشكل عموما ده الشكل المطلوب مني كموديل كده أنا شكلته أهو هخلي ده معايا أساس كورساج أحتفظ بيه أبدأ أخرج منه كل القطع اللي أنا محتاجها زي القصة اللي معايا دي إيه عرضها خمسة ونص وطولها عشرين سنتي والجيب وقصة الصدر كل ده هخرجه من الكورساج الأساسي اللي معايا بطريقة سهلة وبسيطة إيه تخليك إن أنت بتستمتع وإنت بتعمل الباترون. ببدا اقص اهوت على سماح الخياطه السنتي اللي انا عملته وبعد كده هبدا اطلع الاجزاء اللي انا محتاجها عشان يعني ايه اروح على ما فيش اي صعوبه في تنفيذ اي شكل عايز او اي تيشرت عايز ابتدي اطلع منه قصات واشكال إيه دي طريقة حابب إن أنا أعرفها لحضراتكم هتفيدكم في الشغل إن شاء الله إيه أول حاجة أنا محتاج الظهر فهطلع نسخة تبكي الأصل من الكورساج دوت أو من الأساس دوت او التانية فرخ ورق وببدأ إيه أعمل نسخة من الجسم الظهر عندي مفيهوش أي قصات ولا في شغل خالص في الظهر عشان كده هيطلع قطعة واحدة اهو بثبت الباترون وببدا ارسمه عشان يعني يتخرج اول جزء محتاجه انت من الكورساج ده كده اتجاه النسيج والعدد مكتوب ظهر المعطيات بتاعتنا اللي بنحب نكتبها على كل بطون العدد المطلوب واحد وهي لارج وبتبدأ تقص البطون بالشكل دوت هنا انا حابب ان انا يعني احتفظ بالاساس بتاعي والشكل معايا لو حبيت اعمل منه اكتر من شكل إيه يكون معايا اساس للتيشيرت إيه اقدر اطلع منه اكتر من شكل يعني لو حابب ان انا استغل البطون الاساسي اهوت إيه هاجي اطلع الصدر وهوري حضراتكم ازاي بيطلع طلع منه القصه إيه اللي هي مشجره او المطبوعه اللي موجوده في الموديل إيه ببدا الاول اهوت اطلع نسخه كامله عشان ما يحصلش اي لخبطه مع حضراتكم تثبت الباترون بالشكل دوت بتثبته وتبدأ ترسم الجسم وعندي روليت هنا بيساعدني بيشفلي فحرة الحوض أو بالطريقة اللي تريحك اهوت أنا مطلوب إن أنا محتاج الخط اهوت القص ديت إيه اللي بالخط الاحمر دوت والحوض إيه فبستخدم الروليت بيعمل لي علامات اهوت بتبقى واضحه معايا عشان احتفظ بالبطون بتاعي او الكورساج الاساسي اللي معايا زي ما قلنا ده كده الخطين اللي انا محتاجهم لو مش عايز تحتفظ بالاساس بتاعك وتقدر ان انت تعمل فحرة الحوض دي تقص وتطلع القصة ديت وتزود الكشاتير زي ما انا هعمل ده كده الشكل اللي انا محتاجه اهوت اللي انا شكلته في البطون فهبدا استغل الجسم الكبير اهوت تزود سنتي سنتي للخياطات سماح الخياطه هي دي القصه اللي جوه هي اللي ما يعني ما سماح الخياطه بس او ايه مسافه الخياطات فهبدا اطلع البطون بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه دوت أما الحوض طبعا الحوض والكتف وباقي الجسم كله واخد خياطات، الجزئية اللي جوه هي اللي محتاجة بس سنتي سماح للخياطة اهوت وببدأ أقص بالشكل دوت طبعا مينفعش تقص على الورقة او متني ايوه انت محتاج كده الموديل جنب واحد يعني لازم تفرد الصدر بالشكل دوت لو جنبين هتقص على المتني لو انت الشكل ده موجود في الجنبين. طبعا احنا ملتزمين بالموديل اللي معانا اهوت محتاج الجنب المشجر دوت اخرجه وده كده السدر وبكتب عليه المعطيات المطلوبة عدد واحد سدر والسايز مقاس لارج واتجاه النسيج كل حاجة يعني بيهتم بها المقص او شغلك لو انت بتقص بايدك هتحتاج الكتابة والعلامات عندي كرسي أساسي أهوت أبدأ أطلع منه أي حاجة أنا محتاجها محتاج إن أنا أطلع القصة هي المشجرة أو التخريج فبرسم البطون بالشكل دوت وبرضو تقدر بروليت لو أنت معاك روليت دوت يعني سعر قليل في السوق بس بيفيدني بيحافظ على البطون أهوت بيعلم لي الجزء اللي أنا محتاج أطلعه لو انت مش معاك تقدر تقص على الخط الاحمر وتسيب مسافة الخياطات من جوه للقصتين ايه اهوت ببدأ اسيب برسم القصة وازود سنتي كشطورة في الاتجاهين دولت اللي مش واخدين يعني سماء احلى الخياطة وبكتب عليها العدد واحد مشجر او طباعة ايا كان المطلوب والسايز لارج دي كده القصة إيه طلعناها فاضل معانا كده الجيب وقصة ال... القصة الطايرة اللي مديها شكل جميل للموديل ببدأ اقص اهوت مفيش اي صعوبة في تنفيذ يعني تشيرت معاك او شكل من صورة تقدر تشرح وتطلع وتشكل الموديل بالطريقة دي هتعجبك وهتكون سهل معاك ده كده الصدغة هو بعد ما فرغنا القصة اللي احنا محتاجينها الموديل اللي محتاجين منه الجيب والقصة الطايرة ديت فنقدر نطلعهم يعني مش محتاجين ان احنا نشفها دي ورقة مستطيلة ودي زيها ورقة مستطيلة أو ورقة مربعة فممكن ناخد الطول والعرض أنا كنت راسمها للتوضيح ليا ولحضراتكم بس كشكل للموديل بطونك بيبقى شكله جميل كده وانت شغال ومستمتع زي ما قلنا حضراتكم بعمل البطون دي ورقة مستطيلة اهي طولها عشرين سنتي زي ما قلنا وعرضها خمسة سنتي ونص يعني لو حابب ان انت تخليها اعرض من كده يعني كل جبت زي ما قلنا بتبقى اجتهادات وبعد عمل العينه بتكون انت قررت هتكبر او تصغر لو انت شغال على صوره يعني هنا اهوت هنعمل عرض القصه ستة سنتي يعني هشتغل على تلاتة النص اهوت عشان هي تاني الورقه وبزود سنتي في كل اتجاه زي ما قلنا يعني عشرين سنتي الطول وزودنا سنتي وسنتي والعرض بتاع القصة دي بتركب هو بتثبت كده على الجسم يعني بنسميها تثبيت لطش او على الوش بالشكل دوت وبكتب عليها برضو اتجاه النسيج بتاعها والمعطيات بكتب سادة عشان الفت نظر المقص ان دي ليها فرشة لوحدها وهكذا واتجاه النسيج فاضل معايا الجيب الجيب برضو ورقة مستطيلة يعني انا حددت طول الجيب خمسة عشر سنتي والعرض بتاع الجيب هو تلتاشر اهو ايه الطول تلتاشر بقسم على النص عشان انا تاني الورقة اهو ستة ونص من نقطة والطول خمسة عشر سنتي اهو بالشكل دوت من نقطة وبعد كده بزود سنتي في كل اتجاه طبعا الجيب من فوق بيتني تاني تانية أو تانية عريضة فهسيب له اتنين سنتي ونص للجيب وببدأ أقص بالشكل دوت وبكتب جيب واتجاه النسيج والعدد المطلوب قطعة واحدة وكده يعني الصدر كده انت فاضل معانا اخر حاجة في بالنسبة للجزء إيه اللي فوق اهوت الكولا إيه طول الكولا بنعملها بان انت بتجمع دوران الظهر مع دوران الصدر إيه دوران الظهر اهوت إيه عشرة سنتي دوران الصدر بتاع الكولا خمستاشر يعني مجموع ستة وعشرين سنتي اهوت طبعا الطول ستة وعشرين في اتنين يعني اتنين وخمسين سنتي وبعمل يعني ورقة مستطيلة بالشكل دوت اتنين وخمسين سنتي ايه انا محتاج ان الكولا تبقى عرضها في تشرت اتنين سنتي ايه وفي يعني اتنين سنتي ممكن تقل كمان خليها اتنين سم بيكون بتكون شكلها شيك فانا محتاج اتنين سم وطبعا بتتني يعني اربعة وهسيب سم للخياطة ايه او سم ونص ايه كده الكل انا هعمل طولها ايه الاجمالي بتاع اتنين و اتنين واربعين سنتي والعرض بتاع خمسة سنتي ونص هتكون معاك ممتازة في, ال... في الشكل ولو حابب تخلي عرضها بدل خمسة ونص ستة سنتي يعني دي بترجع للتشغيل إيه المكن في ناس بتحب إن هي تنطر يعني زيادة في الأوفر أنا بفهمك الأشكال الموجودة أو الكولة لو عريضة فأنت بتعرض الكولا هنا أهو ده التركيب بتاع الكولا مع الصدر والظهر أهو بالشكل دوت هتدي نفس شكل الصورة اللي موجود معاك آخر حاجة معانا اهو الكم اللي معانا في الصورة ببدأ أحدد يعني ليه جدول مقاسات كم الطول عندي 20 سنتي بعمل خط مستقيم وبقفل عشان أقفل الكورساج برضو بخلي وسع الكم هنا 20 سنتي اهوت من بداية الورقة وبقفل المستطيل بتاعي عندي الخطوة اللي بعد كده بحتاج سقوط طرمبة الكم تمانية سنتي أو تسعة سنتي يعني ده كده سقوط الطرمبة تمانية سنتي وببدأ أحسب العشرين سنتي دي مسافة التلت والتلتين يعني بعد مسافة ستة سنتي بعد لفوق مسافة خمسة سنتي زاوية قايمة وبالكيرف بقى أوصل بنفس حركة الكيرف بالشكل دوت وبلف الكيرف بنفس الطريقة دي هيديك دوران الكم ممتاز في تركيب الترمبة بالشكل دوت وعندي الوسع الكم هيكون 19 سم بالكيرف برضو كده بتعمل الشكل دوت وبتشيك على الدوران مع الجيرو دوران الكم اهوت 25 سم ايه تمام او تلاتة وعشرين سنتي عفوا وابدأ بعد كده ازود كشاتير للكم اتنين سنتي ونص تانية الأغلية وسنتي في كل اتجاه يعني الناس اللي متابعينا طبعا اكيد الحاجات دي بالنسبه ليا خلاص حفظوا طريقه عمل الباترون بكتب عليه اهوت المعطيات كوم مطلوب منه واحد ساده وواحد للمشجر للكوم وبخرج لبره مسافه سنتي عشان اعمل الكورنون بتاع تانية الاورليه وممكن تعمل فرد كده أهو دي كده عشان لما تتني الاغلي يكون تحتها فاضي ده يعني ده فنيات بتكون انت محتاج اهوت عشان تنيه المكنه اهو عشان كده قلت لك بره مسافه سنتي بيدى يعني شغلك بيكون مظبوط وفي تشغيل المكن كده يعني انتهينا من عمل التيشيرت في خطوات بسيطه إيه كده الاساس اهوت او الكرساج مش هنحتاجه خلاص وببدا اراجع على البطون إيه عشان إيه نعمل الشرط. طبعا حضرتك لو مهتم بالتيشيرت كده الاساس معاك اهوت ولو مهتم بالترنج تابعنا ان شاء الله في الحلقه القادمه هوري إيه حضرتك ازاي بيتم عمل إيه الشرط. وبطريقة سهلة ده كده اهوت براجع على البطون إيه الضهر وآدي الصدر القصة وادي الجيب اهوت وبيتحضر وبيتثبت على الجسم ودي القصة اللي مديها شكل جميل الموديل والكولا والكم إيه طبعا خلاص الأساس مش محتاجينه وشوفكم علي خير في الحلقة القادمة تابعونا عشان نكمل عمل الترنج. Salam alaikum.